جونينو عنده 22 سنة، هذا اللاعب اللي قادم إعارة بالمناسبة من نادي ساو باولو، يلعب المباراة رقم 41. كريستيانو رونالدو، رونالدو يتناعب، رونالدو يتقدم، رونالدو بالأول، رونالدو يبحث عن المرور، تسديدة يا لعيب يا لعيب يا لعيب، الله الله يا سي آر 9، الله يا كريستيانو رونالدو، الجمهور يهتف ورونالدو يرد، الجمهور يطلب ورونالدو ما يرد من يطلبه، رونالدو يسجل، رونالدو يمتع، رونالدو يستمتع قبل أن يمتع، كريستيانو رونالدو متعة كرة القدم مع هذا اللاعب، متعة كرة القدم مع كريستيانو رونالدو، رونالدو اللي وضع قلمه خلف إذنه وبدأ يرسم خطوط النجومية والشهرة اللي بلغها بسرعة البرق بعدما نجح في رسم الفرحة على محيى عشاقه وعشاق فريقه.